نبدأ بالسؤال اللي بيدور في أذهان الجميع، وما الذي يتوقعه حزب المصريين الأحرار من الحوار الوطني؟ تمام يا استاذ شردي. هو طبعا كل واحد بيقدم ملفاته، من خلال الملفات هو متوقع انه يتم النقاش في هذه الملفات طبعا، فكل واحد له اهميه طبقا للايديولوجيه بتاع الحزب او للكيان او المؤسسه اللي بينتمي لها. احنا في عندنا كان عندنا مشكله رئيسيه يا استاذ شردي، اللي هي الشخصيه المصريه والانسان المصري. لو تم تطويرها في المرحله الجايه بيتهيألي ان معظم مشاكلنا هتتحل، ودي محتاجة منظومة من الملفات اللي احنا تقدمنا بيها. يعني الهدف الرئيسي هو بناء وتطوير الشخصية المصرية، زي ما حطت كده في الجزء الفقرة اللي قبلنا النموذج المصري الدكتور هاني مصطفى، شيء مبشر وانا حسيت بسعادة غير عادية. هو الدكتور هاني مصطفى في عندنا زيه موجودين في مصر، لكن البيئة المحيطة مش مدياله الفرصة انه يظهر وانه يتقدم. ده الجزء الاساسي. اللي بعده على طول يهمنا هو الجزء الاقتصادي، لانه بدون اقتصاد يعني قوي يعني تطوير الانسان المصري. انتوا داخلين باقتراحات ولا بتطالبهم بتطوير الانسان المصري؟ لا، من خلال الملفات اللي تقدمنا بيها فيها تركيزها ومحورها هو تطوير الانسان المصري. لو لان اي دوله بتقوم على الشخصيه، على الانسان المصري وعلى الانسان اللي في الدوله دي يعني. وبالتالي الـ مش بس الدولة، أي وطن يعني الإمكانياته الطبيعية هي ثروته حقيقية، لكن أبناء بلده والثروة البشرية اللي فيه هي الأساس في الموضوع. وعندنا أكثر من مثل، دول مواردها الطبيعية تكاد تكون قليلة مقارنة بدول أخرى مثل كوريا الجنوبية، اليابان، ولكنها النهاردة هي من الدول العظمى جي 20 وجي 7 نتيجة لتطوير الشخصية اليابانية والشخصية الكورية. ولهذا ده تركيزنا، ولهذا احنا دخلنا الملف السياسي وده جزء مهم جدا، الملف الاقتصادي، الملف الاجتماعي ودراسة الظواهر الطبيعية او سوري اسف الظواهر الغريبة اللي ابتدت تظهر علينا كمجتمع. يعني حضرتك لما نشوف الطلبة اللي بيخلصوا ويكسروا الفصول في المدرسة، او الناس اللي بتروح تكسر في ممشى اهل مصر، في ايه؟ ايه اللي هتبدا بيه؟ ايه رقم واحد عندك في القائمه؟ انت بعت اقتراحاتك، ايه رقم واحد؟ انا قلت لحضرتك انه الاساس عندي اللي هو التكوين الشخصيه. هل تكوين الشخصيه ده هو الملف السياسي؟ اكيد هو ده الملف السياسي. لا، التكوين الشخصيه ده لكن يدخل فيها ايضا الملف السياسي، بيدخل فيها ازاي انا بخلق المناخ السياسي بالمفاهيم الموجوده بالتربيه السياسيه الحقيقيه عشان تخلق مناخ عام. لكن في تطوير الشخصية مفيش ملف واحد بس، يعني التعليم مهم جدا، الثقافة مهمة جدا، الاقتصاد مهم جدا. لأن انت حضرتك علشان خاطر اقدر ان انا اطور تعليمي واطور الرياضة واطور الثقافة محتاج فلوس، محتاج اقتصاد. دول العالم لا يحترم الا الدولة القوية اقتصاديا، وعلشان اكون قوي اقتصاديا لازم اكون مستقر سياسيا. فهي كلها منظومة واحدة. من الخطأ تماما، يعني معلش انا الخلفيه الطبيه زي جسم الانسان، ما اقدرش ان انا يبقى عندي جزء واحد اقول ان انا هصلح قلبه وبعدين اصلح الهرمونات اللي عنده وبعدين اصلح عضلاته وبعدين اصلح جهازه العصبي، لازم اشتغل على كله في نفس الوقت. فكل احنا داخلين بالملفات اللي حاسين انها تدينا في النهايه الى الموضوع ده.